يهمه. القصر ده قصرنا وعد كان مكتوب لنا، وحتى لو مش قصرنا لازم يكون من حقنا. يا احنا يا هما يا احنا يا هما يا احنا يا هما. امال مين الرئيس فينا؟ اللي معاه القرش البيت. عمر فلوسك ما هتحمينا، يفقر من الفقر يا غلبان، يا اجهل من الجهل يا عدمان، يا ضعيف يا ابيح، مدعي وجبان، يا حكوم يا حسود، عشان عريان لم نفسك يا غلب ده انت غلب. شفتم يا عيلة ضعيفة ازاي، سر سقوطها جاي من جوا، لكن لما زمان اتلمت ضعف العيلة تحول قوة. عمر ما كانت فسحة وغنور، عمر ما كانت فسحة وغنور. يا احنا يا هما 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 يا احنا يا هما. احنا الشعب الراقي الباقي، احنا الشعب الراقي الباقي، هم العيلة اللي ما تتسمى، هم العيلة اللي ما تتسمى. احنا يا هم يا احنا يا هم يا احنا يا هم يا احنا يا هم. كله يفكر كله يحضر فكرة بسيطة خبيثة لقينا، كله يفكر كله يحضر فكرة بسيطة خبيثة لقينا. الجنس في كل مكان، البورنو وبالألوان، الجنس في كل مكان، البورنو وبالألوان، عالإنترنت عالإنترنت يبهر وينط، عالإنترنت الجنس في كل مكان، البورنو
جربنا هذه حاجة قديمة حيرتنا متقو يا كبرنا نبعد جن عليه القيمة نبعد جن عليه القيمة نبعد جن عليه القيمة الشعب الراقي الباقي وهم العيلة اللي ما تتسمى احنا يا هم احنا يا هم لازم نبعد جن نصور نبعد شنغوش او اخته لازم يبقى خفيف وظريف رادع من امه وبتسده موسى ميسى حاجي ماجي انتو خلاص على كده صوتوا اهل رايتو مما تقول الجن الاحمر عفرطو 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 يا احنا يا هم 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 احنا الشعب الراقي الباقي احنا الشعب الراقي الباقي هم العيلة اللي ما تتسمى هم العيلة اللي ما تتسمى يا احنا يا هم 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 احنا الشعب الراقي الباقي احنا الشعب الراقي الباقي هم العيلة اللي ما تتسمى هم العيلة اللي ما تتسمى احنا يا هم يا احنا يا عفرطو يا احنا يا هم يا احنا يا عفرطو عفرطو شعرها. طب وانت مالك ومال حاجه زي كده؟ لا مؤاخذه يعني، مش في دخان بيطلع من شعرهم؟ ايوه في، بيدخل نخشيشي يصلني احس ان شعري طويل. يا سلام، انت عارف انا مسميني ايه اصلا في البلد؟ يعني اسمك ايه يعني؟ عيد ابو قصه. اكذب اكذب، عارفك. انت تعرف انا بحلم بايه يا فتحي؟ بتحلم بس بايه يا عيد؟ بحلم اهرش. ايوه اسرح. ما انا عارف. احط ايدي على دماغي الاقي حشرات. ايه ده؟ وتقرصني تقرصني تقرصني. يا حلو يا عيد، انت كنت الاسبوع اللي فات زي الفل، شعرك حرير وقد كده، ايه اللي حصل؟ وانا ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش. ما انا صحيت يوم لقيت مراتي قاعده جنبي وشغاله بقى. ايه؟ هيصحى مش هيصحى، يصحى مش هيصحى. وصحيت؟ صحيت متاخر. متاخر ايه يا راجل، ده انت راحت عليك نومه. طب انت مشكلتك سهله، انا اعمل ايه؟ انت مالك؟ كل ما اجي اتنقل اتجوز واحده تطلع قصيره. بسيطه، اتجوز اتنين والضمهم في بعض. عملت كده؟ ايه اللي حصل؟ لبت الدخله الخياطه فكت وبقيت محتاس في الجوز، مش عارف اعمل ايه. ده انت منحوس بقى. طب هتعمل ايه في مراتك القديمه؟ اسكت النبي، ما تفكرني بمراتي القديمه لحسن، ده انا زعلان عشانها قوي. خير؟ ايه اللي حصل؟ امبارح طلع على السلم عضها كلب الجيران. يا ساتر، وعامل ايه دلوقتي؟ هم بيقولوا الكلب في حاله خطره، ما اعرفش ليه. الولاد مش يا ابني، اللي حصل لك ده ولا حاجه جنب اللي حصل لي. ايه اللي حصل؟ ده انا قاعد في البيت لا ليا ولا عليا، لقيتها داخله وشايله عيل. بقول لها جبتيه منين؟ بتقول لي الفجره في وشي. أنا مخلفة من سيد البقال.
مراتك؟ لا، مرات سيد البقال. امشي امشي قول. تصدق سيد البقال اللي اعتبرته صاحبي وائتمنته على مراته يعمل كده؟ بحول الله، ده مراته يا ابني، ده مش بعيد يكتب الواد باسمه. يا دي النيل عليك، انا ما اعرفش انت هتفتح عليا من اي نصيبه. هو ابويا اللي جابني هنا، انا هكتب له جواب دلوقتي واخليه يجي ياخدني. اصل انت بتعرف تكتب قوي. يعني ابويا بيعرف يقرا؟ الله يهدك يا معيد، الله يهدك. بقول لك ايه، بسرعه الله يخليك، احسن هندي هاني ما بتحبش تشوف حد شكله وحش. طيب يلا وطب نفسك كده. عشان ايه؟ ايه ده؟ ايه المرايه دي مطلعاني نيله قوي ليه كده؟ طلعك نيله؟ وريني يا ساتر، دي مطلعاك اقرا. وريني اقرا ايه تاني بقى؟ يلا والله انت اللي هتنفذني في البيت ده. يا ابني انت خايف ليه؟ يلا ليه؟ في ايه مالك؟ بقول لك يعني هتنفدنا، انت هتنفدنا. في ايه مالك؟ انت بتخاف من هند هانم ليه؟ بخاف منها. ايوه بخاف، مش دي اللي بتوكلنا عيش؟ بتوكلنا عيش ايه؟ هي فاتحه فرن. منك ليه؟ ياد ما تخافش يالا، لازم يبقى عندك كرامه، يبقى عندك رجوله، يبقى عندك نخوه. فينك يا عيد يا اهبل؟ خدامك يا ست هانم. جاهزين يا كلاب؟ جاهزين يا فندم. طب يلا افرشوا لي السجاده اللي مش همشوا عليها. حاضر. منطقة. حاضر يا مني. لابسه فستان ينور لي طريقي، شايفين حلاوتي؟ شايفين شياكتي؟ لابسه ذهب ومجوهرات يزغلي العين الستات. حلوه حضرتك النجفه اللي انت لابساها دي، جميله بصراحه. يعني نجفت ايه يا ابني؟ في ايه نجفت؟ ايه يا قليل الذوق؟ انا عارفه دي شبه عروسه المولد. ايه بس حلوه قوي النمط اللي حطاها دي، تلاقيها لما بتيجي تنام بالليل بتشد السكينه. جرايه يا كلاب، ما بتفهموش في الشياكة ولا ايه؟ لا نفهم يا فندم. دي الجيبه دي شارك في تصميمها 5 من كبار مصممي الازياء العالميين. بسم الله ما شاء الله، 5؟ المصمم العالمي بيير كردان. ايه ومدام فولتا. مين فولتا؟ ام ترافولتا. عارفها يا فندم. وعم عبده الجنايني. طب ليه الجنايني؟ الراعي الرسمي للزرع اللي انا حطاه ده كله. وعم احمد البقال. طب ليه البقال؟ اللي بجيب منه الحجاره بتاعت البطاريه. افهم افهم. والواد بليا الميكانيكي. ايوه ميكانيكي. ليه هي الجيبه دي ايه؟ جيب شروكي. حط لي فيها باور وسنتالوك وتكييف وكاسه ماركه جيبه. توجيبه بس يا خساره، الكاسه اتسرق مني. ليه يا فندم؟ ركنت الجيبه وسبت السوسته مفتوحه. لا في حاجه غلط، من دايما في حاجه غلط. وحط لي فيها كمان حمام سباحه وميني بار. بصراحه يا فندم الجيبه جميله. ايه في ايه؟ ده جهاز انذار. عشان لو حد قرب مني تصوت. هكلمكم عن جزمتي. يعني هتكلمينا عن طفولتك؟ ده حاجه غلبه. جرايه كلاب، انا اول مره البس جزمه فيها مرايات من الخلف، عشان انا هند هاني ما بصش لورا. انتبهوا، الجزمه ترجع للخلف. الجزمه ترجع للخلف. الجزمه ترجع للخلف. عمال تقفل واد. مالك يا عيل؟ في ايه؟ ولا فتح. ايه؟ الحق بسرعه خد نمره الجزمه. 85 بني جيزه. قوم فتح. هغيركم يا كلاب بفلوسي، انا عندي فلوس كتير كتير كتير، كل يوم يطلع لي فلوس من تحت الارض. حسابي في البنك 30 مليون الا ربع. يا رب يا رب، انا هندي الفقيره يا رب، طالبه ربع مليون عشان اكمل ال 30. ربع مليون مش كتير يا رب؟ ربع مليون يا رب يا رب، الاقي 70 جنيه سلف. يا رب يقعوا منه انا الاقيهم يا رب. يا رب لو لقاهم يطلعوا مزورين. يا رب ربع مليون، ربع مليون. طب يا رب 40 جنيه حق السشوار. طب 20 جنيه ابوظ السشوار. طيب طب طب خدوا خدوا، ادي 40 وادي 20. اخيرا اديني رضيتهم. خليك معايا انا بقى يا رب يا رب يا رب. مبسوطين من الشغل معايا يا كلاب؟ لا مش مبسوطين. قاعده كده وبتضحكوا؟ مش بنضحك. مش ليه يا عيد يا عره؟ في ايه؟ اصل البيت اللي احنا ساكنين فيه. ماله البيت؟ بيتهز. بيتهز. بيتهز ليه؟ ساكن عند رقاصه؟ عايش. لا لا لا، افصلكم افصلكم ولا اعمل فيكم ايه؟ ساكن عند القطر. آه. كل ما قطر يعدي البيت يتهز.
عشان كده عايزين فلوس عشان نرمم القطر. طب معلش انا مبسوطه النهارده وهديك شيك. شيك؟ شيك لحامله. واصرفه امتى الحامله ده؟ لما ربنا ينتعك بالسلامه ان شاء الله. ما تروحش بمنظرك كده البنك. طبعا تروح المستشفى. وانا يا فندم مفيش زيه كده؟ لما تقول الشعر بتاع كل يوم لو عجبني هديك شيك، ما عجبنيش هفصلك. لا والله محضره لحضرتك يا فندم. من يلا سمعنا، انا بفهم في الشعر. حبيني. ايه؟ حبيني حبيني واخلصي وفي قلبي لغوصي، ده انا قلبي عود قصب خديه ومصمصي. يا راسك كمان ده جرى يا زعزوع، ده شعر ده. اسمع الشعر اللي على اصله. قول يا فندم. وشك ده ولا قفا اتلف بقصادك؟ ايه ده يا مرسي يا سحلفه، معرفش مين صادك. لا لا لا, لا. وعامل لي ازمه يا اطول كله في الجزمه. لا لا ده مش الشعر ده. اخرس من قدامي، ابعد يلا. يا فندم ده ملوش دعوه بالشعر اللي بتقولوه خالص. انت بتعرف تقول شعر يا ولد؟ طبعا يا فندم بقول شعر. سمعني. محدش يقدر قيمه الشعر. ايوه. قد اللي محروم منه يا فندم. اتفضل يا عرب. هقول لك قصيده للمتنبي. للمتنبي مره واحده؟ ايوه تاليفي. تاليفه ازاي ده؟ اسمعي يا فندم. سمعني. واحد هو ربي، اتنين ماما وبابا، الله تلاته هم اخواتي، اربعه هم اصحابي، خمسه صوابع ايدي، سته ام النوم، سبعه روح مدرستي، تمانيه الحصه الاولى، تسعه وعشره، تسعه وربع. المعده يناسبك؟ غوروا من قدامي، غوروا انتوا الاثنين، انا زهقانه منكم، زهقانه زهقانه يا ربي، وبفكر اتجوز. اجري يلا اجري. ايه ده؟ لا احنا لا، انا مش هتجوزكم انتوا يا عيله. انا بفكر اتجوز بس ما ينفعش اتجوز واحد، انا عاوز اتجوز خمسه. خمسه؟ ايوه، واحد دمه خفيف في الصيف. ايوه. وواحد دمه تقيل في الشتاء. ايوه. واحد ما عندوش دم خالص. خمسه؟ ايوه بفلوسي. هما فعلا سيادتك في الجمله ارخص والله. يعني ايه؟ عفساتك لو جوزت خمسه مع بعض يحصل ايه؟ يديك عليهم فلبيني صغير كده. ده احنا هنهزر. ادخلوا النادي لحد من ولاد عمي اللي جوه، اخلص عليهم ويخلصوا عليا. انده لحضرتك مريم هانم؟ مريم دي طيبه وناعمه، شوفي حد صعب قوي يعرف يواجهني. ايه رايك في قاسم باشا؟ قاسم اللي مراته مستعمره؟ ما حدش يجيب سيرته قدامي. بس يبقى مفيش غير ابن العم الاكبر الوكيل باشا الوكيل. لا الوكيل ده صعب، شوفوا لي حد سهل اعرف اخد ودي معاه. ينفع خالد باشا يا فندم؟ خالد الضارب المجنون؟ نعم. نادوا يا كلاب اتحركوا بسرعه. اوكي يلا بسرعه يا خالد باشا. انت عامله في نفسك على الصبح ده خير في ايه؟ لا 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 اتفرج بقى على الشياكه. شياكه ايه ده؟ انا حاسس اني بكلم دريم لاند. الله يخرب بيتك. شياكه ايه؟ ادريم. اتفرج على الموديل يا ابني. موديل ايه يا ست انت؟ ايه رايك؟ ايه الزينه اللي على كتفك دي كلها؟ ايه رايك في الزينه؟ كل دي زينه على كتفك؟ انت عامله عيد ميلاد ابنك تحت باطك ولا ايه النظام؟ لازم افهم. يا ريتني ما ناديت عليك. طب ايه الدخان اللي طالع معاك ده؟ تجارب. تجارب ايه؟ تجارب بعملها في المعمل بتاعي تحت. الله، عملت تجارب ايه؟ اذا كان ارشميدس عمل قانون الطفو ونيوتن عمل الجاذبيه، فانا خالد عملت قانون جديد اسمه العفيجيه. الله، ايه العفيجيه دي؟ ما تعرفيهوش؟ عمري سمعت عنه. اعرفهولك يا مدام. اتفضل. مش فيها اسئله كتيره جدا في الكون مش لاقيين لها اجابه؟ آه. العدل لله اللي قدامك ده بيحاول يلاقي لها اجابه. على سبيل المثال وليس الحصر. تقدر تقولي لي مثلا الصوت بيصوت والنور بينور، يعني ليه النور ما يصوتش والصوت ما ينورش؟ اسئله كتيره جدا يا هند في الكون مش لاقي لها اجابه، حاولي تجاوبيني. ليه الواحد لما بيعيا بيروح للدكتور ما بيروحش للميكانيكي؟ اسئله كتيره جدا يا هند في الكون ملهاش معنى، حاولي تجاوبيني. طب ليه الشمس بتشمس والهواء بيهوي؟ ليه الهواء ما يشمسش والشمس ما تهويش؟ اسئله كتيره جدا ملهاش اي معنى يا هند، حاولي تجاوبيني. طب ليه الواحد لما بيعطش وبيشرب بيعمل بيبي؟ ايه وجهه النظر في بيبي؟ ليه الواحد ما يشربش الاول وبعدين يعمل بيبي؟ ها ايه وجهه النظر في بيبي؟ ردي عليا. طب ليه بنصحى بعدين ننام؟ ليه بنصحى بعدين ننام؟ ليه ما ننامش الاول وبعدين نصحى؟ طب ليه بناكل من بقنا؟ اشمعنى الصغره دي تحديدا اللي بناكل منها؟ ما الجسم مليان ثغرات بالهبل، جت على البق ولا كمنه في اسنان يعني؟ ها ليه ما ناكلش من ودننا؟ طب ليه خروف يمامه والقطه بتنونه؟ للقطه ما تمامقش والخروف هو اللي ينونه؟ العيب على مين؟ العيب على الكلبه اللي واقفه تسمعك. كلبه ليه؟ الكلام اللي انت قلته ده انا ما فهمتش ولا كلمه.
انا بكلم كلبه. انا بشتم نفسي. تشتمي نفسك يعني تشتميني يا مدام؟ ليه قلت ايه؟ ما هو عشان انت حضرتك كلبه يبقى لازم ابقى كلبه عشان افهم الكلبه اللي قدامي. لا حضرتك مجنون بس. اما انت عارفه ان انا مجنون بتغلطي ليه يا هند؟ اصلك قلت كلام ما فهمتوش. ايه اللي قلته مش مفهوم؟ مش عارفه بتقول لي النور بينور وحوشي ميه اصلها تتقطع. حوشي ميه؟ مش قلت هتتقطع؟ انا قلت حوشي ميه يا ترومبه، انا قلت الكلام ده. عرفت بقى انك مجنون؟ مجنون رسمي طبعا. طب ايه المطلوب مني يا مجنون؟ مطلوب من حضرتك حاجات كتيره قوي. زي ايه؟ بما ان حضرتك بنت عمي وبما اني ابن عمك وبما اني مش لاقي اكل وبما انك مليونيره. الله اكبر. فانت اللي هتمولي التجارب العلميه بتاعتي. مش هلون حاجه. غصب عنك يا هند هتمولي وهاتي كام مليون لحسن اكسر نفوخك. كام مليون ولا جنيه واحد؟ انت جننت. طب ما انت كمان مجنونه، عمال بعترف فلوسك يمين وشمال على هبل وتفاهات. قال ايه؟ بشتري خرده، انا ملكه الخرده، بشتري انتيكه، تنيلي عليك وعلى الانتيكه بتاعتك. لا 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 لا، فلوسي ورث جوزي اللي اتجوزته، راجل اتجوزته قعد معايا 3 اشهر وخلص. تقولش متجوزه كارت الو؟ كارت الو؟ شويه قعد يستقبل وما يرسلش، وشويه وقطع خالص. كان نفسي اكون محمول منه واجيب حته بنت طوكيا ولا حاجه. طوكيا؟ يا نهارك اسود. انا حرف فلوسي. لا ما انتش حره يا هند. ليه؟ لانك ما انتش عارفه الخطر اللي حواليكي، والتجارب اللي انا بعملها هي اللي هتحميكي من الخطر اللي حواليكي. انا اعرف احمي نفسي كويس. تحمي نفسك بايه؟ ردي عليا، كل اسلحتك شويه المازات، اكسسوارات، خرده ملهاش اي قيمه، بكره فلوسك تخلص يا هند وترجعي تاني تحتاجي للوكيل. ها ابن عمنا الكبير يعطف عليكي ويديكي زي زمان. كلنا كنا بنحتاج للوكيل حتى انت، بس دلوقتي هو بياخد مني. وانا كمان هاخد منك. مش هديك، واعمل اللي انت عاوزه. هضربك، هكسر دماغك، هجيب عليك وطيك يا هند. الوكيل هيحميني. كان زمان يا حبيبتي، الوكيل بتاعك ده كان يقدر يحميك زمان. دلوقتي خلاص مديون، عنده هموم ومشاكل ومش فاضيلك. هشتري واحد اقوى منه، اخليه يضربك ويكسرك ويجيب عليك وطيك. هدي السفاله وقله الادب لما تجيب واحد غريب عشان يضرب ابن عمك. ما دام انت قريب وعايز تضرني، اجيب واحد بالفلوس واخليه يمحيك من على الارض. اخس. امشي. اخس عليك اخس. قصاي. تقصاها يا ماجيك لاند، تقصاها. سجاير؟ قال يعني السجاير ايه اللي هتخليك البيت اللي موقفه جامعه الدول على رجل؟ ها؟ بطه بلدي بتولع سجاير. تشربي سجاير يا هند يا بنت عمي؟ سجاير ايه انت؟ هتوديني في داهيه؟ ده حشيش. يا نهار اسود، بتحشاش يا وليا؟ حطه على النار يبقى بودره. بتحشاش يا هند؟ بفلوسي يا كلب. طب ليه الكلب بيهوه والحمار بينهق؟ عشان اتهبل. طب ليه لما زعب الليل وطلع الحمار العصفور صوصه؟ طب ليه لما شاف القطه وقال لها بيسبس قالت له نونا؟ عشان ماما قالت له سيب القطه وخليها في حالها يا عبيط. هي دي المنطقيه اللي انا بحاول اس. حضرتك بتتفحي ايه؟ انا اسف طبعا. خمره. صلاة النبي. نوع جديد اسمه الضحيه، تشربه وتمقمق. خمره وحشيش يا هند. الخمره والحشيش اشتغلوا. ده لو ما اشتغلوش يبقى ما عندكيش دم. عاوز اسالك سؤال. اسالي يا اختي. ليه الناس لما بتشرب حشيش؟ ايوه. ايه ده اصلا؟ بتتخدر مش بتتصفر. يا صباح الغيبوبه. وليه الناس بعد ما بتتسطل ايوه بتفوق مش بتتحت ولا بالجنب ولا بالوقت؟ يا صباح اللاوعي. انا عيني بتوجعني قوي. سلامة عينك يا اختي. ما لاقيش معاك قطرة؟ لا. ولا انشف؟ انا هروح مشوار صغير وارجع بسرعة. يلا في داهية. اوعى تتأخر. يا نهارك يا اخويا وليا هنا تعالى. ايه الاباحية اللي انت فيها دي؟ ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي حصل لك فجأة؟ حته من الكتف وديكولتيه وخمره وحشيش وبتتقصعي وعادي كده؟ ما كل ادوارك كانت ملمومه في التلفزيون، فجرتي في المسرحيه دي خلاص؟ محدش قدك؟ عيب عيب يا مدام عيب. عيب ده انت ابنك قدي. خمره وحشيش يا نهار اسود ومنيل. طب ليه الخمره بتسكر والحشيش بيستر؟ وما هو الفرق ما بين السكران والمسطول؟ نجرب، ما جاتش على التجربة دي يا كيميا. دي بتشرب 3 5 أعوذ بالله. لا في فرق، في فرق فعلي ما بين السكران والمسطول. أيوة. وبتعلي صوتك عليا يا قاسم. لا والله ده اللي بقول. صباح الخير. صباح الخير. قم. الحق الحق خالد بقى.
باشا الحق هاشم باشا طلع مراته المصلحه عماله تعمل ايه ده عامل يا صيح صباح الفل ولاد عمك طب هاتهم لي كده نوريهم اوريهم زي ما انت السواح هنا عايزه تركب جمال فايه شوف اكل عيشك في اي صحراء تانيه انا عارف انه خلاص بس مش قادر افرد ظهر يا خالد ما هو عموما ده طول اي بني ادم طبيعي انت اللي فالت فوق مع اصحابك في الكواكب التانيه الحقد ده يا راجل الحقد ايه صعبان عليا اللي بيحصل لك يا ياسم يا ابن عمي اعمل ايه يا خالد تعمل ايه في ايه الاستعمار بيطلع عيني بعيد عنك يا راجل الاستعمار مشي من 52 انت نايم لا انا لسه مستعمر يعني الانجليز سابوا البلد كلها وقعدوا في شقتك خلاص هي دي اللي فارقه معاهم خالد انا هفهمك مراتي مالها ام العيال مالها ست السيد مش هينفع ليه عشان ده اول الليل فالوش هيبوظ ايه سيطر على بقك ما تقلقش ما تقلقش سيطر على بقك انت مش فاهم اصلا وبعدين في فرق طول فنازله زي الطلقه في عيني اوكي افهمك يعني مراتي ام العيال مالها ست السيد مش هينفع مش هينفع ما تقلقش يا خالد ما تقلقش ازاي يعني ده مطهر يا بابا مطهر والله يا خالد معلش استنى منفعل شويه يا ما هو انت منفعل وانا هرجع طب وبعدين خالد استحملني النهارده واستحمل هبلي استعب انت ناقص هبل معلش استحملني اوكي انا فاهمك مالها مراتي مالها ام العيال مالها ست السيد يا دي الحوسه لا يا حروف ما فيهاش هوا عشان نخلص معلش يا خالد استحملني استحملني عشان خاطر اتفضل ها مراتي ام العيال ست السيد مالها سافرت تجيب بضاعه من الجمرك طب وايه الغريب في كده العيال قالوا لي ما دام ست السيد سافرت اخرج يا نينا عيالك بتقول لك يا نينا طبعا يا خالد انا عيالي بتربيه كمل يا بنت اختي قلت فرصه بقى اروح ازور حسين اه رحت ازور حسين سواري اتصدمت رجلي الجزء الكام يا ست امينه هي معيشاني في افلام ليل نهار هي مين ست السيد وبعدين ايه اللي حصل بس عرفت بالحكايه جابت عيلتها جم ضربوني على الاسود بعيد عندك على الباب القصر يعني عيله مراتك ضربتك تاني يا قاسم كالعاده يا خالد كالعاده انا اعرف لما راجل يتضرب من عيله مراته يبقى راجل خرع ايه خرع اه ايه في ايه يا باشمهندس انا ايه خرع انا مش خرع هتكون ايه يعني انا خرم بس انا قلت لابويا 100 مره بلاش الجوازه دي يابا نخلص احنا ما عندناش رجاله تقول رايها وصلاه النبي فرحك الخميس اللي جاي كمان طب يابا شوف العروس اللي شوفها كيف اذا كانت امك لحد دلوقتي ما شفتنيش امال انت ايه مبرر وجودك في الحياه يعني يعني انت جاي صدقه ولا ايه نظامك ولا نقطة فرح ولا ايه؟ يعني مزهق حد بتخلص منك ولا ايه الحكاية؟ انا مش فاكر حاجة يا خالد اللي انا فاكره ان فرحهم كان حلو قوي فرح مين يا ابني؟ فرح ابويا وامي انت حضرت فرح ابوك وامك؟ يا ده اللي معرفهم على بعض اسكت انت بس نهار اسود ونايم يا خسارتك يا خسارتك يا وفاء يا عم وفاء مين في عرض النبي بقى؟ بنت الجيران مالها دي؟ الحب الأول طب ما اتجوزتهاش ليه لما هي الحب الأول؟ كان حبه من طرف واحد يا خالد على حساب بقى والله أنا كنت بحبها وهي حبت واحد اسمه مصطفى يعني موضوع كده مش حاسين الحمد لله المهم يا خالد أنا قلت خلاص بقى ست السيد ست السيد أهل ست زي أي ست وأنت تحب الستات زي يعني إيه؟ أنا ما فشلت في حبي الأولاني لأنه من طرف واحد أنت عارف يا خالد الحب من غير أمل بيبقى أسمى معاني الهبل ومن ناحية الهبل فالهبل واضح مش محتاج ما شاء الله طبعا واضح أنا قلت بقى خلاص ست السيد واتجوزها الحمد لله ست زي أي ست طلع حظي هبال ليه يا عم أنت؟ طلعت امرأة مختلفة عن جميع الامرأات اللي شفتها في المجتمع يا خالد عن جميع؟ الامرأات اللي هنا يعني زي تنزل سنة صغيرة كده؟ إيه؟ البعيد مؤهله إيه؟ يعني ايه؟ يعني نوع الشهادة الحقيرة اللي بيحملها الله 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 أنا يا حمار علمك اللغة ايه ده ايه ده؟ أنا الصنصة ده بقسم طب أسنان يا بابا
هي بتغلى في شهاداتي. طب ما انت طب اسنان ما تسيطر على مركز الشباب ده اللي مغرقنا من الصبح. يا خالد انا منفعل بس. يا حول الله يا رب. مش فاهم اصل انت لا مش مقدر مشاعري. يا راجل مشاعري انا هقدرها. انت فاكرها يا خالد ست عاديه زي بقيه الستات اللي هنا؟ اكيد زي بقيه الستات. لا ابوس رجلك. ست مختلفة يا خالد. انا نهار اسود ومنايل. مختلفة. انا عايز اموت موتة ربنا مش اموت غرقان يا عم الحاج. انت فاكرها ست عادية كده؟ اكيد ست عادية. امال ايه يا عم؟ دي ست بشعة. يا اكسلانس في شباب بيخرج من بقك يلعب في وشي. بحاول تلمه او اعمله الكرنيهات. يا خالد ست فظيعة والله. حرام عليك اللي بتعمله فيا. والله فظيعة. يا نهار اسود ومنيل بنيلة. دي بشعة. يا راجل انت لو واقف على حوض مش هتعمل اللي بتعمله في خلقتي. وانت لو مكاني هتلف تفافة العالم كله. طب اتفضل. ايه؟ ده منتهى الهدوء. يعني خلص اللي عندك. خلص ايه؟ وشي حوض تحت امرك. اتفضل يا بيه. يا خالد. اتفضل صب من ايدك في خلقتي. يلا يا بيه اتفضل. يا خالد خليك لطيف. الله على لطيف واللي انت عايش في اغسطس. الله يلا خالد. لا خليك ظريف. الله الله الله. ما تبقاش حلوف. اسقي الزرع اللي في وشي ياض كمان ياض. لا ما تبقاش جحش. اطفي النار اللي في خليتي يا ولا. خالد ما تبقاش حيوان. شويه هنا بعد اذنك عشان الحر الله يفتح عليك. ايه يا خالد؟ نعم. خالد ابوس ايدك. نعم. انا عايز افضفض. تفضفض ولا تفتف يا بني ادم؟ لا افضفض. اتفضل فضفض تفتف اغسل اعتبر نفسك في حمام بس خلصني. اتفضل خالد عشان خاطرك. خاطرك معلش استحملني بقى. ايه ده؟ معلش انا ما بحبش اصل اللي يفلت مني وانا ما تبعدش عني. ما بعدش عنك ليه؟ خليك لطيف. لا يا نهار اسود. معلش ما بعدش عنك. انت بتحبني من ايام الجامعه ما بعدش عنك. معلش ما تفلتش يا عم حد. ايه ده؟ معلش. لا معلش يا بيه عيب كده. سيبني. لا لا ما ينفعش. انت ما بتحبش كده. ما بتحبش ايه؟ سبت دي سبت دي يا عم. سيبني انت. سبت دي. طيب ده اداء جديد للشخصيه النهارده ولا ايه؟ معلش سبت دي. سبتها ليه؟ معلش عشان اوعي. معلش سبت دي. سبت دي ادي اخره اللي يمثل مع زرافه. مش حلوف. معلش يا خالد. يا راجل مرمطتني. ثبت دي. ثبتها ليه؟ ثبتها. مش مثبتها. ليه ثبتها؟ اهو اهو اهو. ايه ده؟ بس كده. بس ايه؟ سيطرت. طب متسيطر ليه؟ سيطر عليا ليه حضرتك؟ انا ما عملتش حاجه والمنصب. يا بيه عين كده ارحم. سيبني طيب. انا عايزك. نعم؟ عايزك ودلوقتي. انا خالد ابن عمك مش رانيا بنت خالتك. عيب. افهمني بقى. افهم ايه؟ سيبني. ما تضايقنيش. سيبني ياض. خالد انا فاهم. سيبني ياض. خليك لطيف. يا نهار اسود. اسمعني اسمعني. اسمع. انا افهمك يا خالد. بصني يالا. يعني ايه؟ بصني. ليه كده؟ الدخله دخلت بوصه مش دخلت واحد هيتناقش. يا خالد ما تبقاش رزل. يا راجل رزل ارحمني. ما تفلتش مني. افلت ولا اقول في داهيه. ما بحبش كده. يا نهار اسود. ما بحبش كده. ما بحبش كده. يا جماعه. يا جماعه. في ايه؟ مش حاجه. يا جماعه. انا تعبت. انت مقرف. يا جماعه في جمل هربان من البذبح لو سمحتوا. في تمام. في يا سكيورتي. حضرتك في اتقلمه ومصعب. في يا اتفضل. ليه اتفضل هنا؟ ليه اتفضل؟ طب سيبني دقيقتين انشف ونكمل بعد اذنك. غرقت والله. اتفضل. ما هو كده. لا ثانيه ثانيه. بالادب ما ينفعش العنف. العنف ما ينفعش. اتفضل. بالادب تاخد اللي انت عايزه. اتفضل. كل حاجه بالادب بتيجي يا عم. بالادب. بالادب من غير عنف. ايه ده؟ ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه. انا ايه الادب؟ اتفضل بقى. بهدوء. اتفضل. انا خدامك يا بيه. اتفضل. انا خدامك. اتفضل. لو عايز تكتب كتابك عليا انا موافق دلوقتي.